بص يا صاحبي كده وركز معايا، لو انت تانية ثانوي وعايز امتحان تطبيقات الرياضيات او الجغرافيا فركز عشان تاخدهم قبل اللجنة. اول حاجة يا صاحبي لازم تكون مشترك في قناة اليوتيوب، ده اهم حاجة عشان الاجابات تظهر لك، عشان البوت ما يمنعش ان الاجابات توصل لك. ده اول حاجة. تاني حاجة يا صاحبي هتخش قناة التليجرام وتاخد اللينك تشيره في 10 كومنتات في جروبات فيس، ده اهم خطوة تانية عشان الاجابات توصل لك، لان اي حد بيشير في 10 كومنتات الاجابات بتوصله تلقائي. ولازم تكون مشترك في قناة اليوتيوب عشان البوت ما يمنعش ان الاجابات توصل لك. يلا بستنيكم في قناة التليجرام. سلام.